كما أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على وجود خطة لمضاعفة المكون المحلي في الصناعات المصرية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية في بني سويف. النهاردة اللي احنا بنستهدفه إن شاء الله للأربع والخمس سنين الجايين إن النهاردة المكون المحلي والقيمة المضافة لازم تزيد بصورة كبيرة جدا. الصناعة النهاردة ودي اللي احنا بنتوافق عليها مع مجالس التصدير ومع الغرف الصناعية. إذا كان النهاردة وإحنا واقفين النهاردة بعض الصناعات مثلا بتقول أنا المكون المحلي بتاعي 40% وباخد قدامه دعم الصادرات ورد أعباء الصادرات. ما ينفعش إن إحنا نفضل لمدة خمس سنين قدام هي نفس النسبة 40% وياخد دعم الصادرات برضه. لأ. لازم يبقى في خطة بنضعها بالتوافق إن المكون المحلي كل سنة بيتضاعف وقصاده دعم الصادرات ورد أعباء الصادرات تبقى موجودة أو تزيد كمان. طب الراجل اللي هيفضل ثابت على 40% هو النهاردة ويقول لي بعد خمس سنين هفضل 40% زي ما أنا، لا، يبقى دعم الصادرات بتاعه يقل بصورة كبيرة جدا بعد خمس سنين. هدفي إيه من البرنامج ده؟ إن إحنا نحفز الصناعة إنها تزود وتعمق الصناعة وتكبر شغلها وتعتمد على المنتج المحلي وعلى الصناعة المحلية.